بسم الله على بركة الله. ينطلق الشوط الثامن وهو الرابع والأخير للقعدان المشتركات لمسافة الألف والخمسمية متر. نتمنى التوفيق للجميع. أشواط نارية في هذا المساء، ولكن الرياح لها دور كبير في أيضا صد هذه الأبكار والجعدان عن الإبداع والتألق المميز الذي اعتدناها، ولكنها قدمت أداء تشكر عليها. نسير مع الشوط ونفتتح الإذاعة بشاهين سعيد محمد بن يريوة الدرعية، مركز الثاني سراب سالم بن سيف الدرعية، المركز الثالث أشوف التدخل خطير هناك، هل هناك التدخلات المميزة؟ يا سلام، هل هذا بن بخايت؟ متابعين الكرام، نسير مع المركز الرابع نتابع فيها، هناك تواجد شاهين بدر محمد مكتوم الجنيبية. المسيرة مستمرة والإبداع والحضور رقم الأول رقم ستة، هناك لم يتم تدوينها، هل هو شعار بن بخايت؟ خلونا مع الصدارة يا متابعين الكرام بهذا الأداء وهذا الحضور. مركز الثاني عندنا شاهين بدر محمد مكتوم الجنيبية، المركز الثالث عنده ثلاث المراكز، دخول طريق طريف ناصر بن سلطان بن حميد الدرعية. الله الله الله، يا سلام يا راعي طريف. طريف هناك بينما الصدارة متابعين الكرام، هناك شاهين لمحمد بن حمودة بن بخايت الدرعية. يا سلام، إن مخاب ظنها أنه هو، فخلونا مع المركز الثالث نشوف القدوم رقم 13. الله الله، هل هناك شعار سالم بن حمد بن سعيد؟ يا سلام، هل أسامي تارد؟ متابعين الكرام، وافونا بالمركز الأول حاليا. الصدارة رقم 13. يا سلام، بنحمدوها. يا سلام، علي سليب بنحمدوها الدرعية في هذا الشوط. سلام السمي، سلام الناموس يا راعي الشاهينية. علي سليب بنحمدوها الدرعية، سلام الناموس السمية. بينما المركز الثاني عندنا رقم ستة المركز الثالث قاصد علي بن حميد بن عامر الدرعية. التوقيت دقيقتين 19 ثانية 81 جز من الثانية، دقيقتين 19 ثانية 81 جز من الثانية. الناموس العلي سليم بن حمدوه الدرعية على هذا الإبداع والحضور من قبل شاهين.